لمحبي الكيك بالشوكولاتة الفيديو ده ليكو. النهاردة هنعمل كيك بسيط، مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، سهل جدا. حبيت اشاركه معاكم بالطريقة بتاعتي، اتمنى ان شاء الله يعجبكم وجربوه. ويلا بينا نعمل كيك الشوكولاتة او كيك الغرقان في صوص الشوكولاتة بتاعنا. اول حاجه هناخدها 4 بيضات بحراره المطبخ، يعني ممكن نطلع البيض قبليها بنص ساعه او ساعه لغايه ما ياخد حراره المطبخ. بعد كده هنزود عليه معلقه صغيره من الفانيليا السائله، ممكن تستخدموا السكر عادي. بعد كده هنزود كوب من السكر البني، انا بحب في كيك الشوكولاته يكون بني، عايزين تستخدموا الابيض مفيش مشكله. وبعد كده نحركهم كويس. انا استخدمت النهارده التراب اليدوي، ممكن اللي عايز يستخدم الكهربائي طبعا، يعني زي ما انتم حابين. هنحرك كويس، بعد كده هنضيف كوب الى ربع من الزيت زائد كوب من الحليب مع استمرار التحريك كويس جدا لغايه ما كل المكونات تتجانس مع بعض. هزود شويه من صوص الشوكولاته اللي انا كنا عملناه، وهحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. هزود شويه منه، بحب قوي في صوص في كيك الشوكولاته اكون حاطه فيه شويه صوص شوكولاته، بيديله طعم وكده بنقول بالمغربي تعليكه كده في الكيك. هحرك كويس جدا، وبعد كده هزود معلقه من النسكافيه. على طول زودوا القهوه او النسكافيه مع كيك الشوكولاته، بيديها طعم جميل جدا جدا جدا، واكيد لو جربتوه هتعرفوا انا بتكلم على ايه. هناخد دلوقتي المكونات الجافه، عندي 3.5 كوبايات من الدقيق منخولين على 3 معالق كبار من الكاكاو الخام برضو منخول، ومعلقه كبيره ما يعادل 14 جرام من البيكنج باودر. هحركهم كويس جدا، وبعد كده نخلطهم على المواد السائله بتاعنا، يعني نخلط الكيك مع المواد الجافه. دلوقتي هنبتدي ننزل شويه بشويه الدقيق بتاعنا على الكيك بتاعنا لغايه ما كله يتجانس مع بعض. على طول الكيك ما يبقاش تقيل، ما يبقاش خفيف، يعني لو تقيل قوي هتحسوا ان الكيك هيبقى تقيل قوي وانتوا بتاكلوه. يعني على طول يبقى الدقيق خفيف، ما تخافوش لو شفتوها خفيفه، عادي هي لما بتخش الفرن وتمسك بعض بيديكوا عجين خفيف. سخنت الفرن على درجه حراره 180 لغايه 200 درجه، دهنت الصينيه بتاعتي بشويه زبده ودقيق، وبعد كده هنزل فيها الخليط بتاع الكيك بتاعنا. طول لما تنزلوا الخليط كيك اخبطوها خبطتين عشان تطلعوا، شايفين الفقعه اللي بتعمل بتطلع كل الهواء اللي فيها. بعد ما تسود بنطلعه هي كده سخنه. عايزين تحبوا تستنوا لغايه ما تبرد وتضيفوا الشوكولا اوكي، عايزين تعملوا زي ما انا عملته هي سخنه اوكي، بنتي عملت الجناب بس ما اتصورتش. زودت عليها صوص الشوكولا اللي احنا كنا عملناه في الفيديو اللي قبل كده، هحط لكم زي ما قلت الرابط بتاعه في صندوق الوصف، زائد معلقه من النوتيلا حطيتها فيه اختياري، ممكن تحطوا كمان شويه من التزيين، شويه من المكسرات، ممكن تعملوها زي ما انا عملتها كده بسيطة وسهلة. فأتمنى ان شاء الله فيديو النهاردة يعجبكم، أتمنى تجربوا كيك الشوكولا، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، حلقة جديدة. مع السلامة وباي باي.